يعمل عالمة حيتان منذ 30 عاماً، وأعلم أن مغامرة جديدة تنتظرني يومياً، لأنني أغوص كثيراً تحت الماء، واجهت العديد من القروش، وتكون أسماكاً جميلة معظم الأوقات. في الحقيقة أنا لا أهرب مطلقاً إلا من قرش النمر وقرش الثور وقرش الطرف الأبيض المحيطي والقرش الأبيض الكبير. هذا أغرب شيئاً رأيته في حياتي، ولو لم ينزل شخص إلى المياه ويصوره لما صدقت ما حدث أبداً. هذا رائع! عجباً! كنت أصنع فيلماً عن بحثي في راروتونغا، واقترب حوتاني ولم يكن هناك صور كافية لي تحت الماء. إنها تصور. اقترحوا أن أنزل إلى المياه. كنت في المياه وبدأ الحوت يسبح باتجاهي، وكان يسبح بسرعة، لذا مددت يدي ولمست رأسه لأنه كان يدفعني، وأعلم أنني لا أستطيع أن أدفع حوتاً بوزن 22 طناً. ولكن استمر الحوت بالدفع. لم أفهم ما الذي يجري. ابتعدت قليلاً ونظرت، وكان يوجد حوت آخر، وكانت تضرب بذيلها قليلاً وتحركه في الماء، وكنت أفكر ما الذي يجري. حين تفكر في الحيتان تراها تراقب الذين يسبحون معها وهي تتجاهلهم غالباً، ولكنها تبقى بعيدة عنهم ولا تتلامس معهم مطلقاً. وسرعان ما رفعني على رأسه. أهي بخير؟ احذري! في الحقيقة من المذهل للغاية رؤية ذلك الحوت يرفعها إلى خطمه. كنت أجلس على رأسه وأنا مذعورة قليلاً. كانت عينه مفتوحة وأنا إلى جانبها تماماً، وحينها قام بإنزالي على جسده وحاول وضعي تحت زعنفته الصدرية. في الواقع تعتبر هذه التصرفات عادة محاولة لحماية الحوت الصغير. هذا مدهش، ويمكن رؤية الحوت يسبح لجانبها، وكانت نان تحاول عدم اعتراض طريقه. إنها لا تسبح نحو الحوت وتتواصل معه. كان ينظر إلي وعرفت أنه يريد إخباري بشيء. لم أفهم أبداً، وهو أرادني أن أفهم. وحينها نظرت إلى الأسفل ورأيت في عمق المياه تحتي مباشرة ذيلاً يتحرك بهذا الشكل، وبدأت أفهم قليلاً ما كان الحوت يريد قوله لي. أتأذيتِ؟ يوجد قرش نمر هناك!